إشارة ثلاثية الحدود AX مربع زائد BX زائد C. أول حاجة غادي نحل المعادلة AX مربع زائد BX زائد C تساوي الصفر. عندنا ثلاثة الحالات، الحالة الأولى واحد إذا كان المعادلة AX مربع زائد BX زائد C تساوي الصفر، حلين مختلفين x1 و x2. نفترض بين قوسين ان x1 اصغر قطعا من x2. اذا إشارة ثلاثية الحدود هي كالتالي، استعرض المجدول خصنا نعقلو عليه، غادي نوصلو لصوص تري فاسيل، و لافيني بليس لافيني. افترضنا بلي ان x1 اصغر قطعا من x2، هنايا كتنعدم، هنايا كتنعدم. إشارة ناقص أ داخل الحلين أو داخل الجدرين بالنسبة لثلاثية الحدود، هنا إشارة أ على يمين إكس دو على يسار إكس أ، إشارة أ هنا أ إكس مربع زائد بي إكس زائد س. نمشيو للحالة الثانية، الحالة الثانية إذا كان للمعادلة AX مربع زائد BX زائد C تساوي الصفر، حل وحيد، وهذا الحل معطينا X كيساوي ناقص B على جوج A، لأن في هذه الحالة ضيطة ولا مميز المعادلة يساوي الصفر. إذا إشارة A x مربع ولا ثلاثية الحدود A x مربع زائد B x زائد C هي إشارة A. نمشيو للحالة الثالثة، إذا كان مجموعة الحلول في A هي المجموعة الفارغة فرونتاز F دو R هي المجموعة الفارغة. إذن إشارة AX مربع زائد BX زائد C هي إشارة A. نحاول نتعقلوا على هذه ثلاثة الحالات. إذا كانت المعادلة تقبل حلين مختلفين عكس إشارة أ داخل الجدرين، إشارة أ خارج الجدرين، إشارة ثلاثية الحدود إذا كان المعادلة تقبل حل مزدوجان ولا حل وحيدا، يعني الحل المزدوج كتكون إعادة نتاعو مرتين كيتعاود جوج مرات، لأن لا بويسونس تكون عند إكس موا بي سير دوزا لو تو او كاري فوا ا. دونك هنايا تكون اشاره نتاعها هي اشاره ثلاثيه الحدود هي اشاره ا. في الحاله الثالثه غادي تكون اشاره ا اذا كانت المعادله لا تقبل حلا في ا. غادي نمشيو دابا للامثله، البرهان تاعو جد بسيط ماشي شي حاجه، شوفوا الشكل القانوني ومن بعدها نحاولوا ديمونطريو هذا الشيء، ولكن نخلي لكم نتوما تمرنوا على هذا الشيء لانه بسيط. غادي نمشيو للامثله اللي يهمنا انكم تحاولوا وتمكنوا من حلول المتراجعات من الدرجه الثانيه بمجهول واحد، لاننا علاش كنرسم الاشاره باش نحلوا المتراجعات. غادي نمشي للامثله ونعطي عنوان دا حلول المتراجعات من نوع. حلول المتراجعات من نوع AX مربع زائد BX زائد C أصغر من الصفر، أو AX مربع زائد BX زائد C أصغر من أو يساوي الصفر، أو AX مربع زائد BX زائد C أكبر قطعا من الصفر، أو AX مربع زائد BX زائد C أكبر من أو يساوي الصفر. غادي نشوفوا أمثلة
شوفوا المثال الأول، واحد اثنان إيكغاك أو كاري ناقص خمسة إيكغاك ناقص واحد يساوي الصفر. أصغر قطعة من الصفر. إذا باش نحلو هاد المتراجعة، حل في إف المتراجعة التالية. إذا غادي نحاولو، أول شيء لدينا أول شيء نقوم بحل المعادلة أو دراسة الإشارة. اثنان إيكغاك مربع ناقص خمسة إيكغاك ناقص واحد يساوي الصفر. دلتا يساوي كم في أو كاري ناقص خمسة أو كاري ناقص أربعة في اثنان في ناقص واحد اللي كيساوي لنا خمسة وعشرين زائد ثمانية اللي كيساوي ثلاثة وثلاثين كبر قطعة من الصفر. وبالتالي المعادلة تقبل حلين إيكغاك واحد يساوي ناقص بي خمسة ناقص جذر ثلاثة وثلاثين أربعة وإيكغاك جوج يساوي خمسة زائد جذر ثلاثة وثلاثين على جوج. نمشيو لجذور الإشارة. جذور الإشارة تاع ثلاثية الحدود. إذا هنايا عندك إيكغاك واحد أصغر من إيكغاك جوج، راه باين واضح إن وحدة ناقص وحدة زائد. هنا كتنعاد ثلاثية الحدود اللي هي اثنان إيكغاك كاري ناقص خمسة إيكغاك ناقص واحد عكس إشارة أداخل الجذرين. أ موجب أ يساوي جوج، يعني هنا سالبة هنا موجبة هنا موجبة. وبالتالي فوقاش كتكون اثنان إيكغاك كاري ناقص خمسة إيكغاك ناقص واحد أصغر قطعة من الصفر. فوقاش أصغر قطعة من الصفر في المجال إيكغاك واحد إيكغاك جوج. إذا إس بي آر هي المجال المفتوح إيكغاك واحد إيكغاك جوج اللي كتساوي خمسة ناقص جذر ثلاثة وثلاثين على أربعة هنا على أربعة خمسة زائد جذر ثلاثة وثلاثين على أربعة. المجال المفتوح لأن قطعي. أتمنى استفدتم هذا المثال الأول. غادي نعطيكم مجموعة من الأمثلة. مثال جوج غادي نحاول نمسح هادشي هذا. نمشي للمثال اثنان جوج غادي نشوفو اثنان تي او كاري زائد واحد أصغر من أو تساوي الصفر. إذا أول شيء نحل هذه المتراجعة. لدينا دلتا يعني مميز المعادلة هو شحال بي أو كاري هو صفر ناقص أربعة على الصين يعني ناقص أربعة في اثنان في واحد اللي كيساوي ناقص ثمانية أصغر قطعة من الصفر. وبالتالي إشارة اثنان تي أو كاري زائد واحد هي إشارة إشارة أ. عندنا أ كدايرة إشارة أ يعني إشارة جوج جوج موجبة. حنا كنكتبو على إكس فوقاش تي بحيث اثنان تي أو كاري زائد واحد أصغر من أو يساوي الصفر. إذن رسم مجموعة الحلول في أ هي المجموعة الفارغة. مزيان نمشيو للمثال ثلاثة. حل في هذا المتراجع التالية زاد كاري ناقص اثنان زاد زائد واحد أكبر من أو يساوي الصفر. إذا هنايا لاحظوا دونك أن المعادلة هي عبارة عن ماذا؟ عن متطابقة هامة. المتراجعة زاد ناقص واحد وكاري أكبر من أو يساوي الصفر. غادي نتقبل الحلة المزدوجة ولا نمشيو بالطريقة العادية باش نتبعو الخاصية. لدينا هنا دلتا يساوي بي أو كاري أربعة ناقص أربعة يساوي الصفر. إذا المعادلة
المعادلة تقبل حلا محيدا هو زد يساوي واحد. إذن إشارة زد كاري ناقص اثنين زد زائد واحد هي إشارة واحد، وبالتالي S هو الطول هي R. لنا تكون موجبة على R كاملة، لأن زد قارن ناقص اثنين زد زائد واحد أكبر من أو تساوي الصفر. إذا كانت عندنا أكبر قطعة من الصفر، واش مجموع الحلول هي R؟ لا، هي R باستثناء الأحادية واحد، لأنها كتنعاد من أجل واحد. متفقين؟ إذا كان عندنا أكبر قطعة من الصفر، غتولي لنا هي A باستثناء الأحادية واحد. إذا كان أكبر من أو يساوي الصفر، غادي يكون هي هي R. شوفوا، إذا شفنا حلول المتراجحات من الدرجة الأولى، والمتراجحات من الدرجة الثانية بجميع الأنواع تاعها. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا. وبتتم إن شاء الله، غادي نحاولوا إن شاء الله نشوفوا مجموعة من الدروس، وغادي نشوف مستويات أخرى. غادي ننطلق الآن، غادي نحاول نمشي لمستوى جدع مشترك MB، وأولى بكالوريا، والثانية بكالوريا، وشكرا.